باسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبا. ناخد تأمل كده في كم آية من بطرس الأولى عشان نرجع تاني الموضوع أسعى نحو الغرض. أقول لكم إحنا عملنا إيه الصبح عشان فكرة فوق فكرة كده تثبت الحكاية. إحنا اتفقنا أنه القديس بولس حط شعار كده عايش بيه، قال بنسى اللي فات ببص على اللي جاي أسعى نحو الغرض. فخدنا موضوع الغرض السماء، وازاي كتير مننا بنطلع بره الغرض، بننسى روحنا، بتشدنا حاجات غلط والعمر يتسرق، وانا نسيت ان انا في الاخر عاوز اروح السماء وعاوز كل اللي بحبهم يبقوا معايا. وقلنا نعالجها ازاي بكذا طريقة. بعد كده شفنا فكرة انسى ما وراء، ان انا اللي معطلني ان انا اجري اسعى ان انا مربوط بالماضي، في حاجات كتيرة غلط حصلت مني او من غيري مش عارف اصفيها مع نفسي، فده معطلني. لو انا امبارح ده اتقلب خالص واتنسى، هجري وهنطلق وهبقى سعيد وهركز في ربنا. تعالوا نشوف السعي ده. السعي ده سماها في رسالة تانية الركض، كاف ضاد يعني جري. في واحد في الحياة الروحية بيجري، في واحد بيتمشى، في واحد بيحبي، في واحد واقف مطرحه. يعني مننا احنا كده، احنا كده درجات. فينا ناس واخدها جد. انا شفت في حياتي بعض الناس ما كانش ليهم في ربنا خالص، لا تتصوروا في سنة واحدة جريوا قد ايه، ويبدو كان ربنا بيجهزهم لحاجة كبيرة او للسماء. جريوا يعني ايه؟ كتوبة شديدة مع قراية كبيرة في الانجيل، مع صلوات طويلة، مع خدمة فظيعة، مع مصالحة كل الماضي، مع ورا بعض ورا بعض وبسرعة. دول ناس بتجري، وفي ناس بتتمشى، وفي ناس واقفة. فالواحد الوصية بتقول أسعى. لو انت قطعت الماضي وشايف الغرض ما ينفعش غير الجري. يعني ايه؟ ما ينفعش تبقى حاجة غالية قوي ممكن تروح منك وما تجريش، بالذات بعد التحذير اللي خدناه الصبح لما المسيح قال كثيرون يريدون ولا يقدرون. فخفنا ان الحكاية مش الاعمال بالنيات. نو، لا، مش كفاية انك تكون عاوز، لا، انت لازم تكون بتسعى بتجتهد. السؤال بتاعهم قليلين اللي هيدخلوا، اجابته كلمة اجتهدوا. تعالوا نشوف السعي ده، نفصله في اربع ايات كده في بطرس الاولى 1 من 13 ل 17. في الاول الكلام هيخضكم شكله كبير، لكن هناخده واحدة واحدة هتلاقوه سهل. بيقول لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين. يعني اربطوا على دماغكم كده وخليكم صحصحين. فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف. احنا مش هنطلع بره الخمس آيات دول، بس هنشوف ازاي دول بيحددوا لنا السك، دول بيقولوا لنا الجري يمشي ازاي. اول آية بتقول ايه؟ منطقوا احقاء ذهنكم صاحين. ايه بتحدد لنا الغرض؟ الغرض وسط الكلام بيقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هو ربنا جبنا السماء ليه؟ إحنا خطاة، ربنا مش قابل إن عياله يبقوا كده. قال أنا قدوس، لازم تبقوا قديسين، أنتوا شعبي، هحط فيكم روحي الروح القدس عشان تبقوا قديسين، والسماء للقديسين. طب إحنا وحشين؟ قال ما أنا القداسة دي عليا مش عليكم، أنا هخليكم قديسين، هظبطكم، هشتغل معاكم، بس ادوني فرصة، سيبوا نفسكم ليا، حطوا نفسكم قصادي. في لما تروح للدكتور كده يكون هيعمل عملية، ولا دكتور سنان، تقول له مطلوب مني ايه؟ يقول لك كل حاجة، افتح بقك او ايه، نام بس، يعني سيب لي نفسك. يعني ربنا بيعمل كده.
إذن الغرض بلغة أخرى، احنا قلنا الغرض أنه أوصل السماء. طب إيه رأيك لما أقول لك السماء للقديسين؟ تقول لي ما فيش فايدة. أما فيش فايدة فيك، بس ما يصحش تقول ما فيش فايدة فيه. إذا كان هو شايفك ابنه يبقى هيجيبك مش هيسيبك، فهو هيخليك قديس لأنه هو دي شغلته، هو قدوس. هي إيه القداسة؟ لما بيقول خليكوا قديسين، ده بيكلم ناس أقل مننا على فكرة، كانوا لسه مؤمنين جداد. هل القداسة أن الواحد يبطل خطيئة؟ صح وغلط. هي صح من ناحية أيوة طبعا القديس كل ما يتقدس مش هيغلط، لكن هي مش بس كده. هل القداسة أن الواحد بيعمل خير طول الوقت؟ برضو صح وغلط. هي صح لأنه القديس بيعمل خير طول الوقت، لكن غلط لأنه مش هي دي بس القداسة. هل القداسة هي صلاة وصوم؟ صح وغلط في رأيك. هي صح لأن القديس بيحب الصلاة بيصوم، لكن هي القداسة مش واقفة على صلاة وصوم، بدليل الفريسين كانوا بيصلوا ويصوم. طب أمال لما بيقول كونوا قديسين لأني أنا قدوس، القداسة ببساطة هي التشبه بالمسيح. المسيح ما كانش طول الوقت صايم، ولا كان طول الوقت رفع ايده بيصلي، ولا كان طالع له جناحات، ولا كان ما بينامش، ولا كان منعزل عن الناس. المسيح كان شخص على الارض، عاش وسط الناس، اشتغل زي ما الناس بتشتغل، عاش في بلد فقيرة، كل وشرب ونام، اتوجع وبكى. ما كانش شخص سوبرمان، بس ما كانش بيغلط، كان طول الوقت بيحب ربنا ويحب الناس. احنا ساعات بنتصور القداسة لازم واحد وشه ينور او واحد يمشي يعمل معجزات. اشهر قديس بعد المسيح على طول كان يوحنا المعمدان، ما عملش ولا معجزة ولا معجزة، لم تذكر عنه اي معجزة، بس المسيح مدحه واعتبره اعظم من نبي. المسيح قال عليه كده. اذا ساعات احنا كلمة قديس بتاخد عندنا كده ايه، عشان بنحب ماري جرجس ونسمع عن ماري مينا، بتاخد فورمة معينة. واحد بيعمل معجزات كتير، او واحد لازم يكون راهب او شهيد. لا، القداسة مش كده. القداسة دي كل ولاد ربنا لازم يبقوا قديسين، كل شعب الكنيسة المفروض يبقى قديسين. وفي القداس بنقول القدسات للقديسين، يعني المفروض نقصد الناس، ما بنقصدش، ما هو احنا مش بنناول ماري جرجس، احنا بنناول الشعب. لكن ايه معنى القداسة؟ القداسة ببساطة هي انك كل مادة بتقرب من شبه المسيح، في طبته، في ودعته، في عطاءه، في رحمته، في بساطته، في كل الصفات الجميلة اللي فيه دي بتملك حتة حتة كده. بمعنى اخر، لان برضو المسافة بعيدة قوي، هتقول لي كتير قوي في مناقشتنا نقول بس ده المسيح وكأنه ايه مستحيل. لا، مش مفروض تقول كده. ليه؟ لأن المسيح حط روحه فيك عشان الروح اللي فيه تبقى فيك، فأنت تقدر تعمل اللي كان بيعمله. مش بتكلم على المعجزات، بس بتكلم على السلوك. الروح القدس ساكن فينا يعني إيه؟ يعني روح المسيح جوانا، فاللي خلاه يقدر يسامح يخليني أقدر أسامح، وروح المسيح اللي خلاه يحب الناس يخليني أحب الناس. فعشان كده يسموها الانقياد بروح الله. القداسة هي ببساطة واحد طول الوقت جايدد من روح القدس، مش بدماغه، مش بشهواته، هو من جواه متساء بالروح القدس. بمعنى آخر، كل دي نفس تكرار الفكرة بس بمعنى آخر، المسيح طول ما هو على الأرض دماغه في السماء، عاوز يواخد الناس السماء. يبقى اي واحد فيكم من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام مشغول بشكل او باخر يروح وياخد الناس معاه السماء، دخل في القداسة. الانشغال بالسماء نفسها اللي هي مشيئة ربنا، اريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. السكة بقى عشان نوصل للغرض، نسعى نحو الغرض. برضو الكلام شكله ممكن واحد يقول لا صعب، لسه صعب، انا دايما حاسس المسيح بده بعيد، حاسه ما اقدرش ابقى شبهه حتى، مع انه لا، انت عندك امكانيات. اول خطوه سماها القديس بطرس منطقه احقاء ذهنكم صاحين، هنسميها ضبط الفكر.
لو انتوا خدتوا بالكم في المحاضرة التانية النهاردة، قديس بولس قال انه انت مسؤول عن حركة النسيان، اللي هي فكرة، قال افعل شيئا واحدا اعمل ايه؟ انسى. وحتى انا اصريت والحيت على فكرة، هو انا ممكن انسى بارادتي؟ ايوه، ممكن تنسى بارادتك، ممكن تقول لا مش هفكر كده. حركة اللأ للدماغ دي اسمها ضبط الفكر، اللي سماها منطقه. منطقه يعني اربط، احقاء دي كانت الوسط، بس هو خدها بتعبير مجازي كأن في دماغك ديها لها حقوين وبتربط عليهم زي الحزام كده، فحزام للدماغ مش حزام للبطن. يعني اربط على دماغك بحيث في افكار ممنوع تدخل وفي افكار تدخل ما تطلعش. يبقى أول طريق القداسة هي دماغك دي تبقى متكلف، تبقى إيه؟ مش أي حاجة تدخل. ولو فكرتوا فعلا هتلاقوا هي دي أساس كل المشاكل فعلا. لما بتفكر إنك مثلا في فلوس كتيرة راحت منك، تبتدي تتضايق وتعول الهم، وعاوز تنتقم من اللي غشوك وسرقوك، وعاوز تعوض، وخايف من بكرة. حصل إيه؟ فكرة واحدة بوظت كل حاجة. لسانك بيقول كلام وحش، طريقتك مع الناس بقت ملخبطة، صلاتك وقعت. ليه؟ هنا ابتدت من هنا، قلقت، فكرت في الفلوس زيادة، لخبطت الدنيا. حط العكس، انت بتفكر في واحد غلبان عاوز تساعده، هي فكر ورابط عليه واكل عقلك. ايه اللي بيحصل؟ بقيت بتعمل خير، بقيت بتسأل عليه، بقيت بتدعي له، بتصلي له، بقيت بتعمل كل الصح، لأن الفكرة صح. الفكرة الصح بتخلي كل حاجة صح، والفكرة الغلط بتخلي كل حاجة غلط. فهو بيقولها بطريقة بلدي، بيقول اربط على دماغك بحيث ما فيش فكرة تدخل غلط، والفكرة اللي دخلت صح ما تسيبهاش تطلع. منطقه أحقاء ذهنكم صاحين. صاحين ليه؟ خليك مصحصح. ليه؟ لأن يوميا في أفكار بتطير وتدخل. واحد من القديسين شبهها تشبيه لطيف، قال كان واحد بيسأله هو أنا مسؤول عن أفكار الشريرة؟ قال له يا ابني أنت مش مسؤول عن الفكرة اللي تهاجمك، لكن مسؤول لو سبتها تعشش. زي إيه؟ لما يجي طير دبانة ناموسة، ما تقدرش تمنع انها تيجي ناحيتك، بس لازم تهشها. لكن سايبها تقعد وتقرص، خلاص بقى يبقى انت بإرادتك سبتها، فهمتوا؟ لكن كونها تعدي، لا تعدي دي مش خطية في ذاتها، لانه ايوه انت وماشي في الشارع في حاجات بتخبط في وشك، تقرا جرايد، بتتكلم مع الناس، في حاجات بتخبط طول النهار، المهم ما تدخلش، ما تعشش. اذا منطقة الذهن دي أو ضبط الفكر ده أول طريق القداسة. هنا خلينا نعترف بقى اعتراف جماعي كده يا جماعة، إن إحنا سايبين دماغنا كده سداح مداح يعني. بنتفرج على أي حاجة. طب ما هو اللي أنت بتتفرج عليه ده بيخزن جوه. في أفلام بتشوفها بتلخبط دماغك. في أخبار سياسة بتقلب كيانك. في كلام كتير في الفلوس بيعفرتك. طب ما هو عينيك دي مشكلة. تسمع أخبار الناس، قلبك قفل من شخص أصلك سمعت بيقول عليك وبيعمل. طب ما ودانك دي مفوت، ما أنت لو ما كنتش سمعت ما كانش حصل لخبط. يبقى عشان تصون الحصالة دي، وهي دي الأساس، احنا بنتكلم في القداسة. القداسة تبدأ بفكرة، تبدأ بالدماغ، ما تبتديش بمعجزة خالص. اللي صاين دماغه وبيفكر بحساب وحاسب لكل فكرة، ده شخص ماشي صح. عشان كده تبدأ القصة بفحص الفكر. فحص الفكر يعني ايه؟ شوف دماغك بتروح فين، هتعرف على طول انت فين من شبه المسيح. يعني هنفترض المسيح نمرة 100 واحنا عند الزيرو، انت كم من افكارك قريب لفكر المسيح؟ لو 10% كويس، هتقول بس انا بيصعب عليا الفقراء بفكر فيه، تتحسب لك، ده زي فكر المسيح. انا بقول من قلبي اشكرك يا رب، حلو، ده سبعه، ده زيه.
انا مثلا بكره الشر عموما، كويس قوي حلو، ده جزء من تفكير المسيح لانه بيكره الشر، بس انا بقلق، لا ده مش موجود، انا بخاف، انا بكره، انا بدين، انا بحكم على الناس، انا بشتهي شهوات ارضيه، كل ده عاوز يتعالج. فانت لما بتفحص دماغك، تعمل MRI للمخ، بتشوف انت مخك في ايه، مخك ده محوش ايه. عشان كده مرة أشعياء قالها: كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. لكن بولس قال نحن لنا فكر المسيح، يعني لأنه هو وصل لدرجة قداسة بيقول أنا بحس أنا أفكر بدماغه، أنا ساعات بحس باللي بيدور في دماغ المسيح. ليه؟ لأنه مش بيقولها بكبرياء ولا منظرة، بيقول أنا قادر أتخيل المسيح وهو على الأرض كان بيفكر إزاي، لأني ابتديت أفكر زيه. عاوز كل الناس تعرف ربنا، عاوز كل الناس تحب بعض، عاوز الخير والحق والجمال والسلام. طب ما هو ده المسيح. يبقى فحص الفكر ده أول خطوة، إنك تراقب دماغك. اتنين، طرد الفكر، أقصد الفكر الوحش. إن ما ينفعش فكرة كئيبة تسيبها تعشش، لأ، هي دي بقى أنسى ما وراء. نو، ما عنديش وقت إن أنا أقعد أتحسر على امبارح، ولا عندي وقت أسرح فلان عمل فيا. نو، لأ، هقاوم، ولا هشتهي حاجة مش عندي وأنا عندي ربنا كله برضو، لأ. يبقى أنا بقوم بحركة طرد كده، بقاوم. في الأول على فكرة تبدو صعبة، بس صدقوني بعد ما بتمشي فيها شوية هتلاقي نفسك مش طايق فكرة وحشة خلاص. عارفين زي اللي خد عن نظافة، نظافة الدماغ، فمش مستحمل يسرح دقيقتين في حاجة غلط، خلاص خد على جو تاني. ثلاثة، تقديس الفكر. يعني ايه بقى تقديس الفكر؟ ما هو المخ مش هقعد فاضي، انا لازم اعمل ريبليسمنت بقى. دماغي دي تتحشي ايه بقى؟ طيب طلعنا الدنيا منها، وطلعنا الكراهية والإدانة والشهوات واللخبطة، طب نحط ايه بقى؟ نحط كل حاجة حلوة، نحط الإنجيل بقى اللي هو دماغ المسيح نفسه، نحط كل حاجة فيها خير، فيها حب، فيها خدمة، فيها سماء، فيها قديسين، فيها كل ده، اسمه حلو، تقديس. فاللي قاعد كل دماغه بتروح في حاجة حلوة خلاص بقى قديس ببساطة، لأن دماغه ما بتروحش في حاجة وحشة. أحكي لكم حاجة عشان تفهموا برضه، أخفف الكلام نظري شكله شوية. يحكوا عن قديس اسمه القديس يوحنا القصير. الراجل ده كان بسيط قوي، بس كانوا يقولوا عليه ما بيعرفش يفكر ولا يتكلم في حاجة غير ربنا. فإيه، مرة شوية رهبان شقاي قالوا تعالوا نوقعه، هما تلاميذه. فإيه، راحوا قعدوا معاه جنب قليته كده، وقالوا هنكلمه في موضوع ما يطلعش بره. يعني إيه؟ عشان نطلعه بره شوية، مش كل ما نقعد معاه مفيش غير ربنا والسماء. فقالوا له: يا بونا، السنة دي الموسم جميل، والنخل طرح بلح، وفي بلح أحمر وفي بلح أصفر، وحابين ياخدوه في حتة كده إيه. فلقوا سكت كده، قال لهم: ما هو عشان النخلة تطرح بلح لازم هتكون اتغذت كويس، وعشان كده الواحد فينا لما بياكل الإنجيل أكل وبيركز في ربنا. قالوا له: يوه، مفيش فايدة، يعني زي اللي ايه، هم قاصدين يعملوا الحركة يشوفوا هيعرف يطلع بره المواضيع بتاعته، مش عارف، هو مش بيعملها على فكرة ارتفيشل، هو مخه متبرمج على انه بيفكر في الحاجات دي طول الوقت، وسعيد ومش بيعملها وهو متضايق ولا مخنوق ولا مزنوق ولا حاجة. الآية التانية بتقول ايه؟ بتقول: منطقه احقاق ذهنكم صحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك ارمي بالتمام على النعمة، ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة. هي معناها سهل قوي وجميل قوي، يعني ما تحطش رجاءك في نفسك خالص ولا في حد ولا في حاجة، ارمي كل حاجة بالتمام على النعمة. النعمة اللي هي ايه؟ ربنا، دور ربنا. فتقول له: خطية، شيل. مشكلة، شيل. العيال عليك، الشغل عليك، الصحة عليك، وتمشي فاضي رايق مريح خالص.
القوة رجاءكم بالتمام. على فكرة أريح واحد عايش في الدنيا دي القديس، مش لأنه مش مريض، لا مريض ولا ما عندوش مشاكل، لا، ولا مش مضطهد، مضطهد أكتر مننا، بس هو متبرمج على أنه بيرمي كله أول بأول على الكبير، فمش مش شايل ولا حاجة، ماشي في الدنيا دي باشا طفل. هي فكرة الطفل، طفل يعني ايه؟ مش ممكن طفل يكون ابوه ولا جده ماشي جنبه ويشيل، لا يمكن، يعرفوا يستغلونا اسوأ استغلال، واحنا ما بنتضايقش وربنا ما بيتضايقش، استغله زي ما انت عاوز ما بيتضايقش، ده بالعكس بينبسط قوي لما يلاقيك عمال تحول عليك كل صغيرة وكبيرة، هو بيبقى فرحان لأنه هو ده دوره. تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وأنا قلت لا، يبقى تاني حاجة في طريق القداسة عشان توصل للفكرة الجميلة دي، الغرض إنك تبقى شبه المسيح، أنت ليه تشيل حاجة؟ ما تشيلش ولا حاجة. حتى كنا خدنا فترة مع الخدام كده تدريب، يتهيألي كان لطيف يعني، كل وصية كنا نقول نلاقيها في الإنجيل نحولها لطلب، يعني هو يقول حبه نقول له خلينا نحب، اشكره خلينا نشكر، ادفعه خلينا ندفع، يعني نرجع له، نرجع له الطلب بتاعه طلب ليه، هو ما يزعلش، احنا مش عارفين نعمله. كل وصية تلاقيها وصية يعني اعمله، ما تطلعش تعملها بقى وانت فاكر نفسك هتعرف، انت بتقول له مش هعرف، اعملها انت او ساعدني اعملها. الرجاء في النعمة معناها الامل في ان ربنا مسؤول مسؤولية كاملة، وفعلا جربوا الحكاية دي، بس هي عاوزة، هي فكر، بس فكرة عاوزة اكسرسايز. هتلاقي انك انت اللي ما بتقدرش تعمله هتعمله باقل مجهود بمعونة الهية. شبهها واحد لطيف كده، ان الشنطة كبيرة، انت صغير وربنا كبير، جربتوا تشيلوا شنطة اتنين مع بعض ليها اتين، لما تكونوا في طول بعض الوزن مقسوم على اتنين مش كده؟ لكن الناصح القصير اللي زي حالاتي يجيب واحد طويل يشيل مش كده؟ لان الطويل ايده اعلى، فبالتالي هو اللي هيشيل 90%، انا هشيل 10%، ولو انا صغير قوي انا تقريبا ماسك الايد بس، لو فكرتوا فيها التاني شايل الشنطة كلها وانا معلق الايد في ايدي بس، هو ده الوضع الامثل للحياة، هو ده الرجاء في النعمة، انه شيل انت كل حاجة، انا همسك بس عشان ايدي حاجتي في الاخر، يعني انا المفروض اكون مسؤول. القديسين عاشوا المعنى ده، وعشان كده بقول لكم تاني هي حياتهم اسهل مننا، ما بيتضايقوش. ليه؟ لان اي موضوع ما بيوصلهمش يتضايقوا كتير، هي ديته ايه؟ يترمي على ربنا. كان البابا كيرلس والبابا شنودة كل تلاميذهم يقولوا عنهم حاجة جميلة قوي، يقول لما الدنيا تقفش قوي يدخلوا القلاية، اول ما القشرة تدخل، الغم يدخل، ما الهموم تزيد، كانوا يهربوا على القلاية. لازم كل تلاميذهم يتوقعوا بيطلع من القلاية وشه منور ورايق واخر تمام. ليه؟ خلاص كله اتحط جوه، اتحط جوه ما يطلعش بيه، فتلاقي بقى الروقان ولا كأن في حاجة، وتبقى الدنيا مولعة، بس هو عارف يعملها صح، هو عارف يدخل ويحط الحاجة ويطلع. طب احنا ليه مش عارفين نعملها؟ ما هي مش صعبة. انا ما انا، فكرة انا مش انا، نعمة الله العاملة فيه، او في الضعف قوتي تكمل، او تعبير تاني في زكريا يقول لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود. يبقى تاني فكرة تساعد على القداسة او على الغرض، ارمي على ربنا كويس. تالت فكرة بيقولها، كل ده في الحتة اللي قالها بطرس، بيقول ايه؟ منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، القوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. هنا حط بقى فكرة مجيء المسيح او استعلان يسوع المسيح، بيقول لك اتكل عليه لغاية ما تشوفه بعينيك. يعني اذا جزء ثالث في خطة الخلاص او القداسة او الغرض،
ان احنا نفكر في اليوم اللي هنشوف فيه المسيح كتير، ننتظر. احنا بنقولها بالحقيقة نؤمن وننتظر قيامة الأموات، احنا لا بننتظر ولا حاجة بس بنقولها، لكن مش في وضع انتظار. المزمور يقول من محرس الصبح إلى الليل أنتظرك، ولو جه هيلاقيني مش منتظر طبعا، بس احنا بنقول هنا اللي قاعد مستني يقابل ربنا حاجات كتيرة في حياته بتتصلع لوحدها. ربنا يسوع شبه نفسه بتشبيهين مشهورين، قال أنا هاجي كعريس وانتوا عروسة، فطبيعي المفروض تبقى العروسة لو هي طبيعية بتستنى العريس باشتياق. فإذا كنا الكنيسة كعروسة وكل نفس فينا عروسة، يبقى الطبيعي بتاعها مستنية العريس باشتياق. فلو أنا قاعد فاكر أنه هيجي اليوم اللي هشوف المسيح بعينيا ونبقى وجها لوجه، طب أنا قاعد مبسوط، الموضوع شكله حلو، فده شيء مفرح. عشان كده حياة المسيحي فيها فرح، ويقولوا فرحة المسيحي من ريحة السماء. يعني ايه؟ هي نفس الفرحة اللي عايشينها بتوع السماء. يعني تخيلوا واحدة عروسة مستنية عريسها فتلاقيها مبتسمة وهي لسه ما شافتوش، بس هي عايشة على اللقاء نفسه. فاحنا فرحانين على حس، على اعتبار ما سيكون. التشبيه التاني عكسه، قال انا هاجي زي الحرامي. ايه بقى زي حرامي وعريس؟ لا، هنا ده معنى تاني خالص، انه حاسبه لكن لو جيت ما لقيتكوش مستنيني خالص، يبقى انا ما بقتش عريس، انا بقيت زي الحرامي كده، العمر اتسرق. فده يخليني خايف. اذا عندنا شعورين، يعني عاوز اقول متوازيين، الاتنين موجودين. انا فرحان ان ربنا جاي، وفرحان اني هشوفه، وفرحان ان انا هسيب الدنيا، لكن كمان في شوية خوف ان انا لسه مش مستعد، وان انا محتاج اعمل اكتر من كده، محتاج اخد بالي واستعد اكتر من كده. يبقى كل ده يخليني ماشي صح. يجازي كل واحد حسب عمله، قال كده. يعني ايه؟ طب انت لما بتعمل خير يبقى انت مستني ان كوباية المية ليها اجر، وخدمة الغلابة ليها اجر، والخير اللي عملته في ناس ليه أجر، والسؤال على المريض له أجر، ولو ما لحقتش تتوب يبقى الكلام عن الناس له أجر، والإيه والمشاكل والخناقات ليها أجر، والشتايم ليها أجر. يعني خلي بالك، أنت لازم تكون مظبط حساباتك، تسيب الحاجات البوزيتيف والحاجات النيجاتيف تخلصها بالتوب. أربعة، قال كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة. يعني إيه؟ خليكوا أولاد ربنا وأولاد مطيعين، بالبلدي كده كأولاد الطاعة. ما يصحش تعملوا اللي كنت بتعملوه زمان. لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. يعني كنت بتعمل وبتعمل، خلاص كفاية، انت من هنا ورايح ابن ربنا، يبقى اسمع كلامه، هو ما بيحبش الحاجات الغلط. الطاعة في فكر الآباء طريق التواضع، والتواضع عند القديسين طريق النعمة، والنعمة طريق القداسة. يعني ايه اللي بقوله ده؟ لما بقول حاضر يا رب، انا بدخل في حاجة اسمها التواضع، انه ايه؟ لا انا بل انت، تكن لا مشيئتي بل مشيئتك، بوطي راسي. التواضع ده المتواضعون يجدون نعمة، فالنعمة تزيد. النعمة لما تزيد تخليك شبه المسيح من غير مجهود. ست العذراء ليه أعظم واحدة؟ العذراء مطيعة جدا، متواضعة جدا، ممتلئة نعمة، فبقت أعظم قديسة. فهمتوا الفكرة؟ مطيعة جدا، ليكن لي كقولك، أنا أمت الرب زي ما يعمل زي ما يقول. متواضعة قوي، هي قالت نظر إلى اتضاع أمته، فصارت الممتلئة نعمة، وبالتالي بقت أعظم قديسة. لا تشاكلوا شهواتكم، يعني ما تعملوش اللي كنت بتعمله قبل كده. لا تشاكلوا دي قالها بطرس وقالها بولس، بس في العربي بتاعها وحش. هي في الانجليش do not take the form of، يعني ايه؟ ما تاخدوش شكل. هي بقى في العربي ما تشكلوش، ساعات ما تتفهمش، هي مقصود ما تاخدوش شكل. بولس قالها لا تشاكلوا اهلها، لا تشاكلوا هذا الدهر. مشكلتنا يا جماعة ان احنا بنقلد الناس، ان احنا بنتشبه بالناس، بنعمل زي ما الناس بتعمل، بنلبس زي ما الناس بتلبس،
بنفكر زي ما الناس بتفكر، ده مضيع السكة خالص. لأنه طب الروح القدس اللي فيك ده بيقولك حاجة تاني خالص، والمسيح اللي بيشاور لك على حاجة تاني، والإنجيل والكنيسة كل دول بيقولوا لك عيشة تانية غير العيشة بتاعت الدنيا. طب أنت ليه تعمل زي ما الناس بتعمل؟ خلي بالك، أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. ستة، التمتع بالأبوة، أو كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. يعني إيه؟ خليك قديس زي أبوك. على فكرة زي أبوك دي يمكن أهم شعار في العهد الجديد، لما المسيح كان بيوعظ على الجبل يقول إيه؟ حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، اعملوا اعملوا اعملوا. وإحنا نبص له إيه ده؟ هنعمل ده كله إزاي؟ يقول كي تكونوا أولاد أبيكم، عشان تبقوا زيه. لأنه ويبتدي يحكي بقى، هو بيشرق على الأبرار والأشرار، يمطر على الظالمين والأبرار. فعشان تبقى ابن أبوك يبقى لازم تبقى شبهه. لما تتمتع بربنا هتلاقي نفسك عارف تعمل زي ربنا. هقولها تاني، لما تتمتع بربنا تلاقي نفسك قادر تعمل زي ربنا. احنا مش بنقدر نسامح عشان احنا مش مستمتعين بيه، مش بنقدر ندي بسخاء لان احنا مش مستمتعين بيه، مش قادرين نعيش في سلام قوي لاني مش مستمتع بيه. انما انا لو مستمتع بربنا هلاقي نفسي بعمل زي ربنا، كل حاجة طالعة لوحدها، البساطة والحب والسلام والتلقائية والتسامح وكل حاجة. اخيرا، سيروا زمان غربتكم بخوف. قال ان كنتم تدعونه ابا، يعني انتوا بتقولوا عليه ابوكم، طيب ده صح كده، لكنه يحكم بغير محاباة، يعني ابوك حقاني. مشكلة بقى، مشكلة، مشكلة بالنسبة لنا. ليه؟ ما بيعرفش يجامل في الحق، فما تحرجوش. يعني مش هينفع تيجي على باب السماء، وده اللي كنا شفناه في لقا 13، تقول له ده احنا معرفة، ده انا قلت ابانا الذي تقريبا 1000 مرة وانا على الارض، يقول لك سوري. سوري ليه؟ ما انت ما عملتش اللي انا قلته، انا كان نفسي ادخلك السماء. ايوه انا ابوك وصعبان عليا، بس مش هقدر، هكذب، هغش، هقول الباب الضيق وبعدين انت تدخل من الواسع. فانت نظام ما تحرجنيش يا ابني، انا عاوز اوصلك السماء باي طريقه، بس انا ما عنديش محاباه. عشان كده النتيجه ايه؟ لا، على قد ما بحبه وبيحبني لازم اخاف، اخاف مش منه، اخاف من نفسي. سيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى انا خواف شويه ليه؟ لاني عارف انه حقاني قوي، طيب قوي وحقاني قوي. طيب دي تمتعك طول العمر، حقاني تخوفك طول العمر. فتفضل مهما كنت ماشي تقول لسه عاوز اشتغل اكتر من كده. لإلهنا كل مجد وكرم.